سلام خوتي، فيديو جديد. نتمنوا تكونوا كاملين بخير وعلى خير نتوما والكليبات ديالكم. الحلقه ديال اليوم هي تتمه ديال الحلقه اللي فاتت. اللي ما فاتش تفرج فيها ارجع لاشين قبل راه غيتلاقاها كيفاش وبشحال تقام علينا هذا الكاج هذا. وفي الحلقه ديال اليوم غادي ندويو على جليد. غادي ندويو على جليج بالنسبة للثمن ديالو، شحال كيتقام المترو، و داكشي باش كيتركب سوا الرملة سوا السيما، كاع هادو غنقولو الأسمين ديالهم، و الخدام حتى هو لي جبناه و قاد لينا، شحال حتى هو طلب لينا في الثمن. أول حاجة بدينا بها هي درنا المرطوب الحيوطة كاملين باش يكونوا نقيين و منشدش فيهم لصخ، و درنا تسريجمات صغار باش البيت يبقى مهوي ومضوي. وكي كتعرفوا براس الكلب خصها تكون مهويه باش ما تبقاش الريحه ديالو عاطيه بزاف تما. بالنسبه للجليج اللي قررت نديرو لهم في الارضيه هو جليج صحيح وديال الدوام كما كيبان لكم، وسهل في التنقيه ديالو، ما كيشدش الوسخ ديال الكلاب، وكيف قلت لكم ديال الدوام ديال كلشي كيصبر بزاف. بالنسبه للثمن ديالو داير 78 درهم للمترو كاري، تقريبا كتجيه ديك 9 جليجات باش كتقام عليك 78 درهم. وباش اللي عجبني وقررت ندير هذا الجليج هذا انه فيه هذه الخطوطه هادو، ما كتخليش الكلب يزلق اللي كتكون كتسيق، كيتخلي الرجل ديالو ثابته بزاف في الارض، العكس ديال الجليج اللي كيكون ملس كيخرج على الرجلين ديال الكلب، والمشية ديالو كتولي فركا، كيولي ورجلي عوجين، ما كيبقاش كيتمشى نورمال حيت مولف ديما في الجليج كيزلقو ليه رجلي وكيبقى ديما معوشهم. ومن الاحسن هاد الجليج هذا كيحافظ ليه على الرجلين ديالو مقادي، وضروري تخليو سنتيم ما بين الجليج والحديد باش الا سيقتي فين دوز الماء وما تلقاش المشكل معاه. وزدت واحد الجليج درتو في جناب في التحت باش مزيان نيت كيعاوني الا بغيت نقي لهم بلاصتهم. الحمد لله سالا تقريبا الكاج الاول، الخدمه بانت لي راه مزيانه نقيه كلشي فيني مزيان. بعد ما سالينا الكاج الاول داز الكاج الثاني بدا في الخدمه ديالو. نخليكم بما يسالي الخدمه ديالو، ندوزو للاثمنه ديال مواد البناء. بالنسبه للرمله الخمسه دايره 9 درهم، اما بالنسبه للسيما راه دايره 75 درهم، وبالنسبه للخدام راه كيخدم ب 30 درهم المترو كاري. تقريبا السيد سالا الخدمه ديالو، بدا دابا في الفينيسيون كيعمر ما بين الجليج بالرمله. ونخليكم مع الحله الجديده. الحمد لله بعد ما سرينا ودخلنا ليها الكليبات ديالنا، قولوا تبارك الله الدراري. ولا عندكم شي تساؤلات ولا شي استفسار ما عليكم غير تكتبوه في الكومونتير. نتمنوا الدراري الى عجبتكم الحلقه بارطاجيوها بزاف، وما تنساوناش الدراري من الدعم ديالكم سواء بجيم سواء بابوني باش كلشي يستافد، ونبدا نبارطاجي معكم جميع المعلومات اللي كتهم تربيه الكلاب. نخليكم دابا مع الكليبات ديالي تعرفوا عليهم سوا بيلا كادرو بابلو كادرو الصغير حتى هو.